ابدا معاكي كده اسماء، يعني احكي لي من البدايه خالص، امتى اكتشفتي ان انت عندك مهاق؟ وانا كنت في سنه رابعه باين او في رابعه او خمسه، جالي نقطه فوق عيني كده، نقطه خفيفه خالص، بعديها بكام يوم النقطه بدات تكبر. رحنا لدكتور في بورسعيد، عشان انا من بورسعيد يعني كده. ما قال لك ان هو حاجه ما كناش فاهمين اصلا اسمها، ما حاجه عاديه، وقالوا ان هي صدفيه، قالوا لك اي حاجه جلديه بس ما لوش اسم بهاق ده نهائي. اوكي. بعديها بدات النقطه تكبر لغايه ما جفني عيني بقى ابيض خالص. العين الثانيه بقت قصادها نفس الكلام. رحنا القاهره، مفيش دكتور، ما رحنا لهوش، ما لقينا ان الموضوع بينتشر طبعا، انه عامه بينتشر، مفيش دكتور بيدي، يعني هو بيقول لك ان في علاج بس ما في، احنا ما انا ما وصلتش لعلاج يعني. مهما يعني لفيت مفيش دكتور، ما رحتوش في القاهره، ما لقيناش علاج. قعدت كده بقى، كنت حتى انا في اعدادي في فسحه في النص، انا كنت بخرج اعمل اشاعه بره، مش عارفه بنفسجيه، وبرجع تاني المدرسه. وكمان بقى المعاناه ان انت في وقت الفسحه بتاعك انت مش بتنزلي مع اصحابك، لا ده انا بيجي لي السواق بياخد لي اذن ان انا بخرج بعمل اشاعه، وبرجع تاني المدرسه اخد اخر حصتين عشان اروح. طبعا كانت معاناه، كان الموضوع ما كانش مفهوم، الناس بتقعد تقول لك بقى ده مرض معدي، لا ابعدوا عنها، لا ما حدش يجي جنبها، لا ما تشربيش من ازازه الميه بتاعتها. الموضوع كان صعب جدا طبعا. ممكن اكون ما كنتش عارفه اتكلم اصلا، يعني مثلا لما حد، كانت مامي تقول لي ايه لما حد يسالك قولي ان ده حاجه من عند ربنا، وان ده مرض، وان انت مقابلاه ومتقبله نفسك كده، انا ما كنتش بقدر اتكلم من كلام الناس عامه. يعني الموضوع ما كانش سهل خالص. السلام النفسي اللي انا وصلت له دلوقتي بعد مراحل كتير صعبه.